مع بعض اهي. معايا صينيه مدهونه بالزبده، ومعايا اللحمه المفرومه طبعا معصجه، كلنا بنعصجها وعارفين بنعصجها ازاي، ببصله وفلفل، وعاملينها على القناه قبل كده. وده شوربه مع اللبن مع زبده، شوربه ولبن وزبده مع بعض، التلاته دول اللي هنسقوا بيه. وده معانا الرقاق اهو، ده الرقاق احنا عاملينه بايدينا في البيت. انا بحب اعمله رقيق كده، لان ما بنحبش الرقاق التخين، بيبقى تخين ومعجن كده. فاول حاجه هعملها ان انا هتحاولي تسقي كده الشوربه باللبن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقاق بصراحة مش مستحمل خالص، بس احنا بنحبه كده، بيطلع كده زي الرقاق. لو عندك مكسر كده بتحطي من تحت كده، بترصيه من تحت كده، بنحط المكسر الأول من تحت، وبعد كده بنحط السليم من فوق. مش عارفة بقى انا الناشف حطاه فما خدوش بالهم منه. انا عاملة طري وعاملة اللي هو الناشف ده، فما خدوش بالهم منه، فمش عارفة حط عليه دوم او حط عليه ايه، رحم او الكورة بتاعت احمد اللي ما بخلصش منها دي، فشاطه فيها فتكسر. بس بإذن الله هيبقى حلو، يعني مش هيجرى له حاجة، كده كده مش هينزل يعني سليم في البطن وكده. المهم هتحطي ثلاثة من فوق، هتحطي ثلاثة كده من تحت وثلاثة من فوق، او لو بتحب السمك بتاعه تخين شوية بتحطي من فوق ومن تحت كده، يعني بتحطي اربعة تحت واربعة فوق، اربعة تحت، وبعدين تفرشي اللحمة المفرومة وبعدين تحطي الأربعة التانية. تحاولي كده كده هو كله هيمسك في بعضه، فتحاولي ايه حتة عندي فاضية ولا حاجة، حتة مكسرة كده تجيبيها وتروحي فرشاها في الحتت اللي هي الفاضية عندي، كده كده كله هيلحم في بعضه في الفرن، يعني مش مهم يتحط سليم اهو كده بالمنظر ده. تحاولي على قد ما تقدري الشوربة ما تغرقهوش قوي، وكده كده هنسيبه شوية. لازم قبل ما يدخل هنسيبه شوية عشان يطرى معانا شوية، يعني مش تسقيه وتدخليه على طول، لا تسيبيه 5 دقايق كمان بره كده يطرى شوية، وبعد كده ده الناشف، انما الطري بندخله على طول. بس كده اهو، واروح فرشة اللحمة المفرومة بالطريقة دي اهي في النص كده اهو. فرشت اللحمة المفرومة بقى، ابتدي احط بقى من فوق كده بقية الرقاق، نحط 3 طبقات كمان من فوق. الشوربة اللي بنسقي بيها حبة لبن صغيرين على الشوربة ومكعب زبدة كده، بيخليها خطيرة كده.
طبعا دي بتخش على نار عالية، بتخش على نار عالية في قلب الفرن، بتدخليها على نار عالية بعد 10 دقايق بالظبط بتسقيها. هبقى اعملها معاكو. نص كوباية فيها لبن على بيض على فلفل اسمر بنسقيها، وبعد كده بتقلبيها على الوش التاني. بتاخد يعني ما بتاخدش وقت، المهم تدخليها على نار عالية. هعملها بقى واكملها وارجع لكم تاني. دقايق تشمع معايا، هبتدي اسقيه بقى كده اللبن اهو، تسقي كده من الاول للاخر كده اهو، وهندخله الفرن تاني. اول ما يحمر من تحت هنقلبه، هقلبه بقى ادخله الفرن الوقت تاني، واول ما يحمر من تحت هقلبه على الوش التاني على نار عالية برضه، مش هنشغل الشواية خالص. ودي المكرونة لسه طالعة اهيت على جمالها بقى، بصوا جميلة ازاي، لسه طالعة من الفرن اهي، مرضتش اصورها لان احنا عاملينها مع بعض قبل كده بالفراخ وباللحمة. دي باللحمة، ودي صينية الرقاق اهي، بصوا طرية وجميلة ازاي، بصوا عاملة زي الفطيرة بالظبط اهي معانا اهي، يا دوبك اديتها اللبن بعد 10 دقايق على طول. بعديها بتروحي اول ما تستوي من تحت بتروحي قلبها على الوش التاني، بتبقى على درجة حرارة 200 او اعلى درجة عندي، بتطلع زي الفطيرة كده بالظبط اهي. بصوا دلوقتي صينية الفراخ معايا اهي استوت زي ما انتوا شايفين، استوت اهي خالص اهي. هديها بس التشميع اللي من فوق ديت اهي، هشيل الورق بقى دلوقتي وادخلها على الفرن دقيقتين كده واطلعها تاني. الفرخة معايا اهي بعد ما تبلناها، طبعا لازم تبات ليلة كاملة في التلاجة تطلع بالشكل دوت. تبتدي بقى ان انت تسقيها تاني بالحاجات ديت اهي، ونبتدي بقى نحطها على الحامل اللي هي بتشوي عليه، او لو ما عندكيش الحامل ده هتعملي ايه، هتجيبي ازازة، ازازة البيبسي ديت الصغيرة بطرمان من اللي هو بتاع الصلصة، وهتروحي جبسها كده بالطريقة دي اهي اهي، شايفينها واقفة ازاي، بتقف عليه كده وتبتدي بقى تسقيها التوابل دي كلها كده من جوه ومن بره كده اهي. وطبعا هغلي مية سخنة، لازم تغلي مية سخنة، وهنحطها في الصينية من تحت، هتحطيها في الصينية من تحت عشان البخار اللي يطلع من الفرن، عشان هتتحط على من تحت، هتشغلي من تحت ومن فوق. لو ما عندكيش من تحت، لو ما عندكيش بيشتغل فوق من الشواية مع الفرن، هتعملي ايه، هتشغلي من تحت بس على العالي، وبعد كده تشغلي الشواية، اما تستوي شوية تبتدي تشغلي لها الشواية على اساس تحمر. هنسخن مية بقى في الكاتل ونحط لها مية بسيطة كده، ما تطولش الفرخة عشان بخار المية يسويها من جوه ومن بره. قبل بقى ما نحط المية هنعمل ايه، هنجيب ورق فويل، لازم تجيبي ورق فويل وتغطي الرقبة لو هتشغلي الشواية، عشان الشواية بتسوي بسرعة من فوق، فلازم تروحي عاملة كده مغطية كده اهي بحتة ورق فويل كده، هتغطي الجناحات وتغطيها كده اهي، الحتة الجزء بس اللي فوق اللي هو بيطول الشواية عشان ما تبقاش محروقة اهي، بس كده. وهدخلها على نار عالية بقى، واما تطلع ان شاء الله وراها لكم. وده الاكل النهارده هو كان بسيط معانا، يا رب يعجبكم. الفراخ اهي زي ما انتم شايفينها مشويه زي بره بالظبط، وادي الرقاق، والمكرونه البشاميل. كان اكل بسيط عشان ما يفيدش باذن الله منهم، حاجات بسيطة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.